ومواقيت الصلاة الصلوات الخمس الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء. إذا زالت تحركت الشمس عن كبد السماء فده يدخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أي طوله، وعندها يبدأ وقت العصر. فليس بين الظهر والعصر وقت فراغ، لا تابع للظهر ولا تابع، لا آخر الظهر هو أول العصر ثم العصر، ويبدأ وقتها من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن تغيب الشمس. وليس بين العصر والمغرب أيضا وقت فراغ، ولكن الأصل أن يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس، لأنه يكره له أن يصلي العصر بعد اصفرار الشمس، يؤخرها إلى اصفرار الشمس، فإن أخرها إلى احمرار الشمس فإنه يحرم عليه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه بصلاة المنافق، قال يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولكنها المقصود هو هل تعتبر أداء أو قضاء؟ أداء، طالما أنها قبل غروب الشمس فهي أداء. فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى أذان العشاء من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. عندما تغيب الشمس تبقى حمرة في جهة الغروب، وتستمر هذه الحمرة مدة من الزمن ثم تخفت هذه الحمرة ويصير سواد. فإذا ذهبت الحمرة معناها انتهى وقت المغرب وتسمى بالشفق الأحمر. فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء، ووقت العشاء يستمر من مغيب الشفق الأحمر ويستمر إلى الفجر. فكل الصلوات الخمس ليس هناك وقت بين صلاة وصلاة إلا الفجر، فإنه يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى شروق الشمس، ثم ما بين شروق الشمس إلى زوال الشمس عن كبد السماء هذا ليس وقتا لأي فريضة. فالفجر غير مرتبطة بأي فريضة، لكن الظهر لا تنتهي إلا إذا دخل العصر، العصر لا تنتهي إلا إذا دخل المغرب، المغرب لا تنتهي يعني لا ينتهي وقته إلا إذا دخلت العشاء، العشاء لا ينتهي وقته إلا إذا دخل وقت الفجر، إلا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. وهناك من أهل العلم من يرى أن العشاء ينتهي وقتها مع منتصف الليل، والصحيح أنه يستمر وقتها إلى طلوع الفجر، والله أعلم. نعم.